بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ينعقد الملتقى الرمضاني السابع تحت شعار غرس الإسلام. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رعاة ملتقانا في هذا العام لهم كل الشكر والتقدير، وهم في الفئة الذهبية مجموعة محمد وسعيد نابودة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، والصكوك الوطنية ونخيل وداماس، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك دبي الإسلامي واتصالات، وباريس جاليري، والعروبة للمقاولات. وأما في الفئة الفضية، سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي، وشركة كالادار إخوان، ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، وجمعية الاتحاد التعاونية. علم الحديث وحفظ الغرس، علم الحديث وحفظ الغرس توأمة تقوى بها عزة الإسلام في الوطن. ففقه الغرس بالآيات يحفظها، وبالأحاديث يسلم من خنا الفتن. الغرس إن شب يوما دون ما خلق، تجده حينئذ في حمأة المحن، تجده عبد هوى شلت إرادته، قد بات مرتهنا في قيد مرتهني. فاصدع بذكر الهدى يا شيخ مجلسنا، كي ينقذ الغرس من مستنقع أسني. علم الحديث وحفظ الغرس هو عنوان لقائنا معكم في هذه الليلة المباركة من ليالي ملتقاكم السابع، ملتقى غرس الإسلام. وضيف ليلتنا هو فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. والآن أترككم مع فضيلة الشيخ لتنهلوا من علومه، فنحن جميعا في شوق للاستماع إليه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكنت قد زورت كلاما يتعلق بعنوان المحاضرة، ولكنني خشيت أن يكون الكلام مما يخص طائفة من الناس دون أخرى، فرأيت أن أتكلم في موضوع في غاية الأهمية وأغير موضوع المحاضرة. فالعبرة أن يلقى الكلام آذانا صاغية وقلوبا مفتوحة. فأقول وبالله التوفيق: من سنن الله عز وجل الثابتة التي لا تتغير قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فهنا في الآية تكرر لفظة ما، تكررت مرتين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى هي المصائب والعقوبات، وما الثانية هي المخالفات. فيكون معنى الآية: إن الله لا يرفع مصيبة أنزلها على قوم حتى يرفعوا المخالفة التي أحدثوها، لأن الله عز وجل أرسل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق لأمة من الهمج الهامج. فما الذي جرى لنا معاشر العرب وقد شرفنا الله عز وجل بالإسلام؟ إن الجواب عن هذا السؤال هو موضوع هذه المحاضرة. وقبل أن أدلف إلى صلب الموضوع، أقدم بمقدمة ضرورية. هذه المقدمة خلاصتها أن من ثمار الحكمة أن يراعى مقتضى حال المخاطب، أو بمعنى آخر أن ينزل النص الصحيح على الوضع الملائم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما يوعظ به الغني لا يلائم الفقير، وما يوعظ به الضعيف لا يلائم القوي، بل لا بد من رعاية من يخاطب. فمثلا لو أتيت على رجل من أغنى الناس وقلت له: طلق الدنيا وازهد في الحياة، فإنه لا يستطيع ذلك، بل لا بد أن تراعي أنه غني ونشأ في الترف، فإنك إذا قلت له: طوح بمالك خلف ظهرك، انصدع قلبه وتشتت عزمه، فلا بد حينئذ أن تنقله نقلة فنقلة، كما فعل قوم قارون. وقارون كما نعلم كان من أباطرة المال في الدنيا كلها، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فلو قيل لرجل كهكذا، يعني أغنياء العالم الآن لو جمعت ما عندهم كان يساوي الفكة التي في جيب قارون، فلو قلت لرجل مثل هذا: طلق الدنيا واتبعني، لا يستطيع. فماذا لا قال له قومه؟ قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فقالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فكانت موعظتهم دقيقة وقابلت محلة، بخلاف الفقير الذي لم يبتلى بفتنة المال، إذا قلت له: طلق الدنيا، يسهل عليه ذلك. ولو نظرت مثلا إلى مثل الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد من المتقللين من الدنيا، لما وقعت محنة خلق القرآن و أودعه المعتصم في السجن، وهذه من أسوأ ما فعل المعتصم، أنه جلد الإمام أحمد بيده وأمر جلاديه أن يجلدوه، وجلدوه جلدا كثيرا في يوم الاثنين وكان صائما فيه. فدخل عليه عمه، أي دخل على الإمام أحمد عمه، قال: يا أحمد قلها، قل إن القرآن مخلوق كما قال غيرك من أهل العلم، فإنك ألجئت إلى الضرورة. قال له: يا عم، إني عرضت نفسي على النار وعلى السوط فوجدتني لا أتحمل النار، والله يا عمي ما السجن وبيتي إلا واحد.
لأن بيت الإمام أحمد كان يعني بيتا متقللا، لا فرق بين السجن وبين بيت الإمام أحمد. لكن لو تصورنا رجلا يبيت على الفراش الناعم ويأكل الأكل اللين ونشأ في الترف، فإنه لا يقدر على البلاء إلا إذا كان مؤيدا من الله عز وجل، وكان عنده من الإيمان ما يعصمه أن ينفسخ قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي ذلك، سألت رعاية مقتضى حال المخاطب. كان يقول: إني لأعطي العطاء أي لرجال وأدع غيرهم ممن هم أحب إلي منهم، أكلهم إلى إيمانهم. وفي حديث المسور ابن مخرمة أن أباه مخرمة قال لابنه المسور يوما: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلننظر ما عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة. قال المسور: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي خارج الباب، وكان صوته أجش، أخذ عباءة ثم خرج بها إلى مخرمة فجعل يريه محاسنها ويقول له: خبأت لك هذا. فتبسم مخرمة وأخذ العباءة، فقال صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة. كأن رضا مخرمة غاية لا تدرك، في الوقت الذي كان يشتد فيه على أصحابه فيقول لهم: ذروني ما تركتكم، ولا يبيح لأحد أن يسأله. كان يقبل ذلك من الأعراب الذين يعيشون على حواشي الجزيرة، بل كان يتسامح مع هؤلاء، وقد يقول بعضهم مقالة كفرية كان يتسامح معهم، كما حدث فيما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى بعيرا من رجل أعرابي، ثم إن أحد المسلمين رأى البعير فأعجبه، فقال للأعرابي: بكم تبيع هذا البعير؟ قال: بكذا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقدني ثمنه وإلا أبيعه. قال: يا أعرابي، أولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: كلا يا أعرابي، بل بعتني الجمل. قال: ما بعتك شيئا. قال: يا أعرابي، أنت بعتني الجمل. قال: ما بعتك شيئا، هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. وجعل الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حقا. حينئذ انبرى خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. قال: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فقول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: ما بعتك شيئا، يقول: كلا يا أعرابي، بل بعتني، يقول: ما بعتك، هذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، لولا أن هذا أعرابي لا يعرف ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق، لذلك لم يكفره. أي صحابي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول لا هذا ولا قريبا من هذا، بل كان ينهاهم أن يسألوه في الوقت الذي يسمح للأعرابي أن يسألوه. رجل ترك غنمه أو إبله وجاء ليسأل ثم يرجع إلى إبله ولعله لا يعود مرة أخرى. قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا
أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل. لنهوا عن السؤال، لأن كثرة السؤال من أهل الحضر ربما نزلت آيات تحرم ما كان حلالا، فكان نهاهم عن السؤال والتقعر في السؤال. الحاصل أن من ثمار الحكمة رعاية مقتضى حال المخاطب. وقد روى البخاري في كتاب العلم من صحيحه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى مسلم في المقدمة، مقدمة صحيحه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأذكر أنني في أول حياتي الدعوية وأنا طالب في ثانوي، وكانت أول خطبة أخطبها، فكنت فرحا بنفسي وبما أقرأه في كتب التفاسير والعقائد. فأذكر أنني لما صعدت المنبر وتناولت تفسير قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وكنت أخطب في قوم من الفلاحين المزارعين، والكفار في الآية معناها الزراع، لأن الزارع يكفر البذر في الأرض، يعني يضع البذر في الأرض ويغطيه بالتراب، فكفره أي غطاه. فالكفار في الآية معناها الزراع. فأنا على المنبر قلت: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا اللي هم الفلاحين، يعني أنا قلتها كده من عندي، اللي هم الفلاحين الزراع يعني. أنا نزلت من على المنبر وكادوا يقتلونني. قال: أنت بتطلع من تكفرنا؟ ما أنا أقول لهم اللي أنا ترجمت بالمعنى، يعني ما هو الزراع، ما جمع الفلاحين لفلاحوا الأرض، فقلت الكفار هم الفلاحين. فلما نزلت قالوا: كفرنا. قلت لهم: ما كفرتكمش ولا حاجة، ده الكفار أبدا لم يقبلوا مني شيئا من هذا. هؤلاء قوم لم تبلغ عقولهم المعنى، لأنني ما بلغته تبليغا صحيح. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طيب، بعد هذه المقدمة نتحدث عن العرب، لأن العرب أشرف جنس على وجه الأرض، وأنا أتكلم عن جنس العرب لا عن أفراد العرب، فإن في أفراد العرب ملاحدة وزنادقة، وفيهم أقوام لو ماتوا على ما هم عليه لا يستحقون إلا النار. أنا لا أتكلم عن أفراد العرب، إنما أتكلم عن جنس العرب وما يحملوا من خصائص، خصائص المروءة والنجدة والشجاعة والكرم. ما الذي جرى لنا معاشر العرب وقد شرفنا الله عز وجل بالإسلام؟ بل إن المنطقة الملتهبة في العالم اليوم هي التي تسمى بالشرق الأوسط، هذه أشرف بقعة على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا فيها، ما وطئت قدم نبي قط إلا الشام والجزيرة ومصر فقط. في هذه البقعة أرسل الأنبياء ونزلت الكتب، ولذلك هي بقعة شريفة يتقاتل الناس عليها جميعا، وجعل الله عز وجل في أرضها من الخصائص ما تستغني به عن العالم أجمع، بل العالم كله يحتاج إليها وهي لا تحتاج إليه. هذا الجنس الذي حمل مشاعل الرسالة
أول مرة هو الذي سيعيد بهاء الدين مرة أخرى ويعيد إليه عافيته مرة أخرى، وليس هناك جنس آخر يفعل ذلك. وأنا في بعض زياراتي لبعض الدول الغربية رأيت معنى فاشيا فيهم، هذا المعنى يقول إن الإسلام سترتد إليه عافيته من بلاد الغرب. قلت لهم من أين لكم هذا؟ قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، فالشمس الإسلام. وهذا فكر عجيب، ما أظنه حام طائر أبدا من علماء من السالفين ولا علمائنا اللاحقين حول هذا المعنى مطلقا، بل العلماء وضعوا هذا الحديث في أبواب الفتن. الشمس هي الشمس، لا تأويل فيها، لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، بل لن يخرج الإسلام مرة أخرى إلى الدنيا إلا من بلاد العرب. فلننظر في الذين يتصدرون لدعوى الإصلاح، هل راعوا هذا المعنى أم لا؟ لأنه إذا لم أعلم خصائص الجنس الذي أخاطبه كأنني أخاطب آذانا صمة. ولذلك أنا بدأت الكلام بثمرة من ثمار الحكمة، ألا وهي مراعاة مقتضى حال المخاطب. ما يخاطب به العرب لا يخاطب به غيرهم. فلننظر إلى جنس العرب قبل الإسلام وبعده، ولننظر إلى الخصائص التي تميزه. وهل أنا عندما جلست على هذه المنصة لأخاطب العرب خاطبتهم وأنا أعلم صفاتهم أم لا، حتى يجد كلامي محلا عندهم؟ العرب قبل الإسلام كانوا كأرض مهملة خرجت فيها أشجار العضاه والشوك، وعاشت فيها الحيات والأفاعي. فلما أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق استثمرت هذه الأرض ونظفت فآتت أكلها ضعفين. العرب صفة فيهم صفات قابلة للخير، من أهم ما يميزهم أنهم لا يبيتون على الضيم، ويفضل أحدهم الموت على الذل، وهذا كان فاشيا فيهم، وكانوا يتحدثون به في أشعارهم. عندهم أنفة وعندهم عزة. يعني انظر إلى مثلا المقطوعة التي افتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة. رجل كان له إبل، سطى على الإبل جماعة من قطاع الطرق، فاستنجد بقومه ليستخلصوا الإبل من هؤلاء السراق، فما وجد آذانا صاغية، فقال لو كنت من مازن، وقبيلة مازن بن عمرو كانت معروفة بالعصبية الشديدة التي حمدت بسببها في الجاهلية، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا،
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. يقول أنا لو من بني مازن بن عمرو وقلت لهم سرقت إبلي لطاروا إلى هذا الشر وإلى هذه الخصومة زرافات ووحدانا، لا يسألونني ما الدليل على ذلك، إنما يقاتلون دوني بخلاف قومي، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. الكلام ده لم يكن معروفا عند العرب، كانوا يوالون أهل المروءة، إذا تواثقنا على وثيقة وتعاهدنا على عهد فهم أحفظ الناس لعهد، أحفظ الناس لعهد هم العرب، فإذا غدر خصمهم أدبوه، كما قال الفند الزماني، ودي تاني مقطوعة في ديوان الحماسة. والحقيقة أن أبا تمام كشاعر فحل كان ينحت المعاني نحتا، دانت له الألفاظ ودانت له المعاني حتى صار شاعر الزمان، فاختار من أشعار الناس أفضلها، فشوف أجود شاعر يختار أجود أشعار الناس، حتى أن كثيرا من الذين حاولوا أن يقلدوا أبا تمام لم تفلح أبدا دواوينهم في الحماسة، لا حماسة البصريين ولا غير ذلك. الفند الزماني هذا رجل بيّن خصائص العرب، مع الكرماء هم أكرم منه، ومع الجهلاء يؤدبونه. يقول صفحنا عن بني ذهل، كان بين قبيلة الفند الزماني وبين بني ذهل خصومة، قال خلاص يا جماعة تعالوا نتصالح، خلاص تصالحوا، لكن بني ذهل غدروا بعد الصلح. فشوف بقى الفند الزماني ماذا يقول. يقول صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر، رجعوا بقى وغدروا وصار الشر صريحا من قبلهم، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، شر صريح لا يحتمل تأويلا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، غدا والليث غضبان، بضرب فيه تخضيع توهين وتخضيع وإقران، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن. تعرف الزق اللي هو القربة من الجلد، لما تكون مليانة الجلد القربة دي على عن آخرها، وتيجي كده تطعن في جنبها تنزل مية على طول لأنها مليانة وجدرانها طرية فتنزل المية. بقول يعني اللي هيعمل لي كده هو حنفجر فيه، خلاص ما عدت أتحمل نظرة عين. هكذا يريد أن يقول، وطعن طعن في كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. لما واحد يغدر بيك وتقول له الله يسامحك، ده إذعان وخنوع. لا، يقول وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. خلاص فرضت علينا الحرب الزبون، هنعمل ايه؟ خلاص. وهذا كقول القائل الذي يضع الشيء في موضعه أيضا، يقول لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج،
وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسمنة مخرج. لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. هكذا كانت العرب فيها من خصائص الشجاعة والنجدة والمروءة، وأنهم لا يبيتون على الضيم ما ليس في أمة من الأمم. ولكن في مقابل ذلك كان فيهم من الجهل والعدوان والظلم ما يقابل ذلك. وأظنكم تعلمون أن العرب أنفقت 80 سنة من عمرها في حربين، حرب داحس الغبراء وحرب البسوس. هذه استمرت 40 سنة وتلك استمرت 40 سنة. ليه؟ لفحل وناق، حتى كاد العرب أن يتفانوا. 80 سنة يتقاتلون لفحل وناق. ومن أفضل من صور حالة العرب في هذا الجانب قبل الإسلام صحابيان جليلان، أحدهما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيما رواه البخاري في صحيحه في أول كتاب الجزية والموادعة. فقد روى البخاري عن جبير بن حية رحمه الله قال: ندبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى غزو كسرى، وأمر علينا النعمان بن مقرن، قال: فلما كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000، وقال: ليخاطبني رجل منكم. فقام المغيرة بن شعبة، وكان رجلا لسنا ذا حجة، فقال: سل عما بدالك. قال: ما أنتم؟ خاطبهم بصيغة من لا يعقل احتقارا له. فقال المغيرة: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر. فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا رسولنا عن رسالة ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من مات منا دخل جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. وفي رواية الطبري في هذا الحديث قال عامل كسرى: أنتم يا معشر العرب ليس فيكم خير. وجعل يذمهم ويذكر من سيء صفاتهم، فقال له المغيرة: ما أخطأت من صفتنا شيئا حتى بعث الله إلينا نبيا. وساق الكلام الذي في رواية البخاري. والصحابي الثاني الذي بين حالة العرب في هذا الجانب هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ورضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة، وأن قريشا أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي حتى يسلم هؤلاء المسلمين إلى قريش مرة أخرى. فقام جعفر بن أبي طالب خطيبا لما أرسل إليه النجاشي، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى أرسل الله عز وجل إلينا نبيا نعرف أمانته وعفافه وصدقه، فدعانا إلى عبادة الله من عبادة الأوثان، إلى آخر الحديث. فهذا كان حال العرب، أمة تعيش على هامش الدنيا لا قيمة لها، في الوقت الذي قامت فيه حضارتان عظيمتان لفارس والروم. ما كان العرب يذكرون لا في العير ولا في النفير. وفي خلال 10 سنوات، وهذه لم تحدث لأي أمة من الأمم، قامت للإسلام دولة في 10 سنوات، من يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. 10 سنوات صار لهم دولة تخاف منها فارس والروم. كيف استطاع في 10 سنوات أن يصنع بهؤلاء الصحابة دولة كبيرة يسير ذكرها مسير الشمس؟ هو ده بقى السؤال الذي نجيب عنه بما نعلمه من سيرة هذا الجيل. إن الذين يحاولون أن يجمعوا العرب على قوميات أو على تكتلات اقتصادية أو على أي شيء لن يصلوا إلى ذرة. الذي يجمع العرب هو الدين، هو الدين. إن جنس العرب جنس غريب جدا لا يصلح إلا بدين أو ولاية دينية. الذي يمزق العرب الشهوات، لأنه جنس قابل لها مغرق فيها إذا وقع فيها. وآية ذلك أن الرجل العربي إذا واقع شهوة من الشهوات كالزنا مثلا، إذا زنى فإنه يزني ثم يزني ثم يزني ولا يفيق، إذا شرب الخمر يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ولا يفيق، بخلاف غيره. إحنا في الدول الغربية الزنا فاشٍ فيهم وشرب الخمر فاشٍ فيهم، ومع ذلك استطاعوا أن يملكوا الدنيا، لأن الرجل منهم يزني ثم ينتج ويعمل ويشرب الخمر ثم ينتج ويعمل. لكن جنس العرب يختلف عن ذلك، لأنه جنس فريد له خصائص. إذا لم نغلق عن العرب باب الشهوات سيظلون في القاع. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه الله عز وجل في مكة، ظل سنين طويلة يصبرهم، وتوجع ظهور المسلمين عصي المشركين، ويقال لهم من قبل الله عز وجل: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لحد ما فاض الكيل، فنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم بعد أن منعوا من بسط اليد
ما هي الحكمة أن يظل المسلمون 13 سنة يمتحنون في مكة ويجرر الواحد منهم ويلعب به في طرقات مكة كما حدث لبلال، ويؤخذ مثل عمار بن ياسر ويجلد، ويهدد السادة كأمثال سعد بن عبادة كما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ، عفوا سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ هذا كان سيد الأوس، وكان صديقا لأمية بن خلف أبي صفوان، فكان إذا أراد سعد أن يذهب إلى مكة نزل على أمية بن خلف، وإذا أراد أمية أن يذهب إلى المدينة نزل على سعد بن معاذ. فلما أسلم سعد ذهب مرة إلى مكة فنزل على صديقه أمية بن خلف وكان كافرا، فقال سعد: يا أبا صفوان، التمس لي ساعة خلوة فإني أريد أن أطوف بالبيت. فالتمس له ساعة في نصف النهار، فبينما هما يطوفان بالبيت إذ لقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فرفع أبو جهل صوته على سعد وقال: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة عندكم وتزعمون أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ والله لولا أنك تطوف مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. سعد بن معاذ لا يتحمل مثل هذا، لأنه سيد يضاهي أبا جهل في السيادة، فرفع صوته عليه وقال: والله لئن منعتني ذلك لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة. فقال أمية بن خلف: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. قال: دعنا عنك يا أبا صفوان، والله إني أخبرت أن محمدا قاتلك. فحينئذ ارتعد صفوان، ارتعد أبو صفوان وقال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، ولكن أقتل في مكة؟ قال: والله لا أدري. فذهب أمية بن خلف إلى امرأته وقال: يا أم صفوان، ألا تنظرين إلى ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: إنه زعم أن محمدا قاتلي. فقالت له: والله ما يكذب محمد إذا حدث، ولكن أذاك بمكة؟ قال: لا أدري. ثم قال أمية: والله لا أخرج من مكة أبدا، حتى كان في غزوة بدر واستدرج حتى قتله الله. أريد أن أقول لكم، فترة الابتلاء الطويلة التي كانت في مكة كانت فترة تمحيص، والناس معادن، أما من معدنه كالذهب فإنه لا يزيد مع الابتلاء إلا صلابة، وأما من كان غير ذلك احترق. فترة الابتلاء كانت فترة إعداد وتمهيد، احترقت نار الشهوات عند الصحابة وصاروا لا يعرفون إلا الله ورسوله، وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من سواد عيونهم، كان الواحد يفتديه بروحه. هذا هو أعظم مقومات النصر عند هؤلاء الصحابة، ولهم في ذلك أعاجيب. من ذلك مثلا حديث
جبير بن نفير، وهذا أيضا يلتحق بتبيين حال الجاهلية، حال العرب في الجاهلية، وهذا الأثر كما قلت رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح إلى جبير بن نفير قال: كنا مع المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوما، فقال رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن نرى ما رأيت. قال: فغضب المقداد فتعجبنا، لما غضب؟ ما قال الرجل إلا خيرا. فقال المقداد: ألا تحمدون الله عز وجل أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على وجوههم في جهنم ما صدقوه ولا آمنوا به. يعني هذا الذي يقول طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يؤمنه أن يكون كأبي جهل أو كأبي لهب أو كأمية بن خلف أو كأي واحد من هؤلاء الصناديد؟ ثم إنه بهذا القول ينسب الصحابة إلى التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قائل لحذيفة بن اليمان: والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. لا، لن تجد جيلا مثل هذا الجيل تخلص تماما من الدنيا وفرغ قلبه لنصرة هذا الدين. تلقوا هذا النفس الزكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خير فيهم منه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى وقائع عدة يحضرني منها مثلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. قال: أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من الجوع، لا شايف ولا بيسمع، والعرب كانوا أهل صلابة، ما كانش الواحد منهم خرع، لا، كانوا يتحملون كثيرا. لما يقول لك ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع، لو وقع هذا بواحد منا لمات. قال: فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا، لأن ما عندهمش أكل، ليس في بيوتهم شيء. مين بقى آخر بوابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص عرضوا أنفسهم على الصحابة، لا أحد يقبلهم، ما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبنا فعرضنا أنفسنا عليه فوجدنا ثلاثة أعنز، فقال عليه الصلاة والسلام: احتلبوا هذا اللبن بيننا. هم ثلاثة والرسول عليه الصلاة والسلام الرابع، فكانوا يحلبوا الأعنز ويوزعوا اللبن على أربعة آنية، فكل واحد يشرب نصيبه ويبقى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في إنائه، فيأتي في وقت متأخر من الليل يشربه. قال المقداد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، فجاءني الشيطان يوما فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيصيب عندهم، فقم فاشرب هذه الشربة، يعني يشرب نصيب النبي
عليه الصلاة والسلام، قال: فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني نزلت المعدة خلاص، وعلمت أنه لا سبيل إليها، ندمني الشيطان وقال لي: ويحك، أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وهو كما قال الله عز وجل: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يغريه ويمنيه حتى إذا سقط قال: إني بريء منك، إني أخاف الله. فلما قرع هذا الخاطر قلب المقداد قال: جعل لا يجيئني نوم، أما صاحباي فنام، لأنهما لم يفعلا ما فعلت، وعلي شملة كلما غطيت بها رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدمي بدا رأسي. قال: حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فجاء فسلم كعادته عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين وجاء فكشف الإناء فلم يجد اللبن، قال فرفع يديه، فقلت: الآن أهلك، فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. صلى الله على صاحب الخلق الرفيع، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فلما سمعت ذلك شددت الشملة علي وأخذت الشفرة أي السكين، وذهبت لأذبح له عنزا من هؤلاء الأعنز اللي بتحلب اللبن. قال: فلما ذهبت إليها إذا هي حفل كلهن، يعني الوحدة الضرع مليان لبن. قال: فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع وعميق، فجعل يحلب. قال: حتى امتلأ الإناء وعلت رغوة اللبن، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فقال لي: هل شربتم؟ ما رضاش يجاوب، قال: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب. قلت له: اشرب. فشرب. قلت له: اشرب. فشرب. حتى علمت أنه روي، ألقيت من الضحك، يعني سقط على قفاه من كثرة الضحك. فقال عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد، تعملت حاجة؟ قلت: يا رسول الله، إنه كان من أمري كذا وكذا. المقداد يقول: حتى علمت أنني أخذت بركة دعوته اللي هي: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، ألقيت من الضحك. قال: إحدى سوآتك يا مقداد. قلت: يا رسول الله، كان من الأمر كذا وكذا. فماذا قال له؟ قال له: هذه رحمة من الله، هل أيقظت صاحبينا فأصاب منه ما أصبنا؟ هو كل ذا هم في المسألة. ليه؟ لا أعلم أحدا أتى بالصحبة على وجهها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتعلمون منه ذلك، أخذوا منه مكارم الأخلاق ومحاسنها، ولا ترتقي الأمم إلا بهذا، وهذا القدر لا يقبل التطوير. أصفي جماعة النهاردة
يقول لك الدين بيتطور. لا، الدين فيه ثوابت وفيه متغيرات، المتغيرات تطرأ على الأحكام الشرعية، لا تطرأ لا على العقائد ولا الأخلاق. ولا ترتقي أمة من الأمم إلا بالخلق، وهذا هو سر الحضارة. أي أمة لها حضارة في الدنيا لا ترى حضارتها لا في ناطحات السحاب ولا في الطائرات ولا في الصواريخ، إنما ترمقه في الخلق. وأمة العرب بعدما أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة الخلق. يعني شوف في الجاهلية كما قلت لكم كان عندهم كرم ونبل وشجاعة. يعني حاتم الطائي ده اللي هو مات كافرا، هذا الرجل كان يقول لابن من أبنائه وقد ضرب كلبة من كلابه، قال يا بني لا تضربها فإن لها علي جميلا، إنها تدل الضيفان علي، فيحفظ الجميل للكلب. لكن لما ضعفت الأمة ولم يكن معها مقومات الدفع عن نفسها ذلت. النابغة الذبياني له بيت كان عمر بن الخطاب يردده كثيرا، كان يقول تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. والله بيت يكتب بماء الذهب هذا البيت. فلا جرم كان عمر دائما يكرره، تعد الذئاب على من لا كلاب له، كلام مفهوم. وتتقي أي الذئاب مربض المستثفر الحامي. المستثفر الحامي اللي هو كلب الغنم، وأشرس أنواع الكلاب كلب الغنم. ليه؟ لأنه مستثفر حامي. إيه يعني مستثفر؟ كلب المستثفر اللي هو يجلس على مقعدته وينصب يديه زي ما يكون جالس زي بني آدم كده، ويكون ذيله تحته بس للأمام مش للخلف. إذا رأيت كلبا وضع ذيله بين فخذيه للأمام يبقى هذا كلب مستعد للانطلاق، مش مسترخي. لا، فكلب الغنم معروف أشرس أنواع الكلاب، كما قال الفضيل بن عياض لرجل وهو عايز يبين له عداوة الشيطان وكيف يتقيه، قال له بينما أنت سائر إذ خرج عليك كلب الغنم فماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال فإن رجع إليك، لأن تعرف الكلب لما ترميه بحجر يجري وراء الحجر يشمه وبعدين يرجع تاني. قال فإن رجع إليك، قال أرميه بحجر. قال فإن رجع إليك، قال أرميه بحجر. قال هذا أمر يطول، تفضل ترميه بحجر لحد إمتى؟ هتخلص الحجارة وهيعضك. قال ماذا أفعل يا أبا علي؟ قال عليك برب الكلب. لصاحب الكلب قل له حوش الكلب ده عني، خلاص يبقى خلصت من الكلب، لا أنت عايز حجارة ولا أنت هتتعب، عليك برب الكلب. يريد أن يقول له إذا أردت أن تتقي الشيطان عليك برب الشياطين وما أضلت، استعذ بالله من الشيطان يكفك شرك الشيطان. فأقول إذا أرادت هذه الأمة أن تستعيد عافيتها فلتغلق باب الشهوات. أي إنسان يتصدر لأي قضية من قضايا الإصلاح لابد أن يرجع فيها إلى الدين، ولابد أن يعرف من يخاطب، من يخاطب. إغلاق باب الشهوات، أنا والله ساعات بستغرب من الذين يقاومون من يتكلم عن الزهد.
يقول لك يعني أنت عايز المسلمين يعيشوا فقراء؟ يعني عايز يعيش يأكل قوت يومه؟ يبقى المسلم يطلق الدنيا ويتزوجه الخواجة؟ لا، الذين تكلموا في الزهد ما قصدوا هذا المعنى مطلقا، إنما الزهد في الحقيقة زهد القلب. يقول لك لا، إحنا لابد أن نحض الناس على امتلاك الأموال وعلى امتلاك الدنيا، لا مانع، لكن الذين يتكلمون في الزهد يخاطبون القلب ولا يخاطبون اليد. هناك أناس لا يعرفون طريق مكة ولا المدينة، ولم يعتمر قط، وله في السنة زيارة واثنين وثلاثة إلى بلاد أوروبا وأمريكا وهذه البلاد، وينفق هناك ألوف الألوف بل ملايين الدولارات، وما خطر له أن يحج أو أن يعتمر. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن عن الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل خمس سنين لا يفد إلي لمحروم. ويمكن ده هو مستند من جعل الحج كل خمس سنوات. أشوف الكلام؟ إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل خمس سنين لا يفد علي، أي في حج أو عمرة، لمحروم. ليه؟ كل يوم بنكتسب من السيئات ما هو بعدد الأنفاس. طب تسقط السيئات دي عنك إزاي يعني؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ده شيء ما الصلوات ما تعملهاش، الصيام ما يعملوش، يعني كل عبادة لها خصيصة من الخصائص تميز بها عن العبادة الأخرى. يبقى إنسان مدان دائما بذنبه. أنا أغلق عنه باب الشهوات، إذا عمر قلبه بذكر الله عز وجل هانت عليه الدنيا. نحن نطالب أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب. إذا طلب منه أن يبذلها لله بذلها ولا يبكي عليها ولا يلتفت قلبه إليها. بل عندما أتكلم مع جنس العرب لا بد أن أعرف الخصائص المميزة التي ترفعه إلى الأوج. كما قلت لكم، عند جنس عنده أنفة، إذا قيل له هذه من الدنايا يترفع عنها، الفواحش يترفع عنها، إذا اعتدي عليه بغير وجه حق أخذ بثأره. يعني الكلام عود وبد. تذكرت الآن وأنا أتكلم قصة تأبط شرا هذا أحد الشعراء الصعاليك، بل أحد رؤوسهم، هو والشنفرة وجماعة من المجيدين في الشعر. قتل خاله فنذر ألا يشرب الخمر حتى يأخذ بثأره. ليه؟ لأنه عار. فقال: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، يقال أطل دمه أي أهدره. إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. ملوش حل. وانت عارف إذا كنت كذلك هابك الناس جميعا. يعني قضية سب الرسول عليه الصلاة والسلام التي هاجت الدنيا لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا اختلاف عليه بين كل الفرق ولا اختلاف على تعظيمه. ما الذي أغراهم بشتم نبينا؟
الذي أغراهم أن ديننا يهان في بلادنا. واحد رسم عندنا كاريكاتير ديك وتسع دجاجات، أنا عايز أغبى الناس أعرض عليه الكاريكاتير دي أقول له ما المقصود بهذا، ومع ذلك لم يترك لأحد مشقة التفكير، إنما كتب تحتها محمد جمعة وزوجاته التسعة. عنوان في جريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدس الحب الأول، وكان يتلقى زوجاته بالقبلات. والله دي عناوين مكتوبة في جرائد، عنوان كبير: هل مات النبي صلى الله عليه وسلم بالزائدة الدودية؟ كاريكاتير نار، ناس رافعين ايديهم في النار، واحد واخد مروحة كده في جنب ورسم ابتسامة على وجه هذا الرجل، ومكتوب تحت مكتوب جهنم الحمراء فوق كده وتحت كوسة. ده كلام ينشر في جرائدنا؟ أعداؤنا لا يلعبون، ولهم لجان متخصصة متى يتكلمون ومتى لا يتكلمون. لما رأوا أن نبينا وديننا يهان في بلادنا سهل عليهم جدا أن يشتموا نبينا. فلذلك لو علم هؤلاء أنهم لو نظروا مجرد نظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يتكلموا سيغزون في عقر دارهم ما جرؤ أحدهم أن يتكلم. وظنكم كلكم عارفين قصة المعتصم التي ملأت كتب التاريخ، امرأة مسلمة، رجل يهودي علق طرف إزارها وهي بتقوم بدت عورتها، صرخت تستنجد بالمعتصم، رجل من أفناء الناس كان ينتمي إلى أمة عزيزة لا يربطه بالمرأة نسب ولا يعرفها لكنه لا يبيت على الضيم، أقسم أنه لا بد أن يبلغ هذه الصرخة إلى المعتصم ودخل عليه. الحكاية قصة المعتصم لها روايات كثيرة، من ضمن الروايات دي أن الرجل دخل على المعتصم وهو يريد أن يشرب الماء، وهو بيرفع الكوب دخل عليه الرجل قال له مالك؟ قال والله حصل كذا وكذا وكذا. فنادى الخادم وقال احتفظ بهذا الكوب حتى أجي، وعقد راية الجيش وغزا عمورية اللي أبو تمام أنشد فيها قصيدته الذائعة. طب اليهود النهاردة عروا نساءنا، عروا ملايين النساء ببيوت الموضات. النهاردة الموضة النهاردة تكشف دراعها، الموضة النهاردة تكشف بطنها، الموضة بعد بكرة تكشف ظهرها، الموضة السنة اللي بعدها تكشف عن وركها، وهكذا عروا نساءنا. لكنها صرخات لم توافق نخوة المعتصم. عشان كده احنا بنقول الذي يرفع هذه الأمة الدين فقط، لا قوميات ترفع ولا أي شيء إلا الدين. وأنا عايزكم تقرأوا الفصل 27 من مقدمة ابن خلدون، الرجل الذي تكلم عن هذا الموضوع بكلام يجدر أن يذاع، أن العرب قوم لا يصلحون إلا بدين أو ولاية دينية، متى رجعوا إلى دينهم أعزهم الله عز وجل، لأن الله تعالى اشترط قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأعلمنا أن النصر لا يملكه أحد إنما هو من عنده تبارك وتعالى. قال وما النصر إلا من عند الله. يقول العلماء نفي الاستثناء يفيد الحصر، استثناء أداة الاستثناء إلا،
وهي منفية بما، أي حاجة منفية بما أو لا تفيد الحصر على طول، زي لا إله إلا الله أفادت أنه لا معبود بحق سوى الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، أي قصر النصر عليه تبارك وتعالى، يؤيد به من وقف على شريعته وحقق رسم العبودية كما أمرنا الله عز وجل في الميثاق القديم، بل هو أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. وردتنا فضيلة الشيخ العديد والكثير من الأسئلة. السؤال الأول، ما هي علامات رضا الله عن العبد؟ ما هي علامات رضا الله عن العبد؟ الحمد لله رب العالمين. أما رضا الله عز وجل عن العبد فلا يستطيع أحد أبدا أن يتنبأ به أو أن يجزم به، إلا أن يكون ذلك عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء يقولون أي صفة مخبوءة تستطيع أن تستدل عليها بعلامة في الخارج تصلح أن تعلق الحكم بها، إزاي؟ يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا السرور أليس أمرا قلبيا؟ بلى، أي شيء في القلب أنت لا تستطيع إليه سبيلا. طيب كيف تحكم على ما في القلب؟ يوجد شيء في الخارج قرينة، في الخارج يصلح أن تعلق الحكم عليه. يعني في هذا الحكم من سره أن يتمثل الرجال له قياما، المدرس لما بيدخل الفصل مثلا، أو الرجل الكبير لما بيدخل المجلس، الناس يقومون له، إذا لم يقم له واحد مثلا يغضب عليه ويغضب منه ويخاصمه، هي دي علامة السرور في القلب أنه غضب. طب الغضب ده صفة خارجية ولا لا؟ صفة خارجية، اللي هي تغير الوجه وامتعاطه والبوز المضروب على الوجه والكلام ده، وقد يعني يكون في عقوبة كمان، دي كلها علامات خارجية أعرف بها أنه ساءه أن فلانا لم يقم. يبقى أنا عرفت أن هذا يسره أن أقوم، برغم أن السرور أمر قلبي، ليه؟ بهذه القرينة الخارجية اللي هي الغضب. يبقى إذن أنا عندي أي شيء قلبي إذا ظهرت له قرينة في الخارج تصلح أن يعلق الحكم عليها أستطيع أن أحكم على ما في القلب. طيب رضا الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا يعرفه أحد ولا يجزم أحد كما قلت، كيف تعرف استقامتك على الخير مع خلو باطنك من الكبر وطلب الجاه عند الناس؟ إذا تحقق هذا فدي قرينة، قرينة أستطيع أن أعلق الحكم بها، بس أنا قلت بشرط عدم الكبر، لأن في بعض الناس قد يمكر به، يفضل ماشي 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 حتى قبل أن يموت بقيد ذراع أو قيد شبر يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ملابسة أهل الخير
ومجالس الخير والإنفاق في سبيل الله عز وجل ومحبة الخير للمسلمين. ودي مسألة يعني عندها تسكب العبرات، محبة الخير للمسلمين. عمر بن الخطاب لما طعن وقال ابن عباس انظر من قتلني، فلما جاءه وقال قتلك أبو لؤلؤة المجوس، فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فحمد عمر ربه تبارك وتعالى أنه لم يتورط مسلم في قتله. وذات مرة لقي الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش شيخه إبراهيم النخعي، إنما لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه، وإبراهيم النخعي كان أعور. فلما الأعمش جاء يمشي مع إبراهيم النخعي الأعور قال له إبراهيم وكان صاحب مزاح، قال إليك عني، روح الناحية الثانية من الطريق، أعمش وأعور يعني الاثنين ماشيين مع بعض هتبقى مسخة يعني، ومدعاء إن الناس يضحكوا علينا، بص الجماعة دول أعمش وأعور. فقال الأعمش نمشي ويأثمون، اللي عايز يتريق علينا يتريق عليه، هنشيل سيئات. قال له بل نفترق ويسلمون. هي دي محبة الخير للمسلمين، لا تتمنى أن يسقط أخوك في مزلة ولا أنه يغلط عشان تمسكه تقطع فروته وتقعد تقول ده مبتدع وده ماشي مع المبتدعة وده مش عارف إيه وده إيه، وهو يبذل لدين الله عز وجل وقد يبلي من البلاء ما لا تفعله أنت ولا عشرة من أمثالك. طلب البراءة للمسلمين لسلامة الصدر على المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يكون سددوا وخاربوا. أسألت الرضا ومعرفة الرضا هذا يعني أمر يطول، لكن هذا كلام موجز أرجو أن يكون شافيا، والله أعلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول السائل ما رأيك فضيلة الشيخ بتأثر الداعية أو طالب العلم بعدم وجود الثمرة والأثر لما يقوم به، وما دواء هذا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، ينبغي لكل داع إلى الله عز وجل أن يجرد عمله لربه لا عليه من الثمرة، وإن كانت الثمرة تغري بالمزيد من العمل، ولكن من جرد وجهه لربه لا يعنيه أتبعه فرد أم تبعه ألف أم لم يتبعه أحد. وعندنا الحديث المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهذا نبي بعثه الله عز وجل فخرج من الدنيا بغير تابع واحد. النظر إلى الثمرة قد يضعف المنة، بل قد يفتح على المرء بابا من أبواب الرياء والسمعة. كأن مثلا أجيء إلى هذا المجلس فإذا رأيت المجلس غاصا بأهله انفتحت شهيتي الكلام، وإذا وجدت 10 أو 20 أو 30 اكتئبت وأشعرت أن كده يعني أفكاري ذابت وأنه لا منة عندي ولا نشاط عندي. ده أنا عايز أقول لك على حاجة، الحافظ ابن حجر العسقلاني لما كان بيشرح فتح الباري أشهر كتاب في الدنيا شرح صحيح البخاري، يعني حتى أن الشوكاني حتى أن أظن ابن خلدون هو الذي قال شرح البخاري دين في عنق الأمة. فلما شرح الحافظ ابن حجر البخاري في شرحه قال بعض العلماء سقط الدين عن الأمة،
وقيل للشوكاني: ألا تؤلف كتابا في شرح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، وكل من جاء بعد الحافظ إنما يغرف من بحره. هذا الكتاب الجليل الذي استمر الحافظ بن حجر يشرح فيه ربع قرن من الزمان، وشرح مقدمته اللي هي في مجلد وهدي الساري في 5 سنوات، اللي هي مفتاح البخاري. المقدمة دي لهدي الساري، مقدمة فتح الباري، ده مفتاح البخاري. كان يحضر للحافظ بن حجر كما يقول السخاوي: أظهر تلاميذه وأشهرهم أقل من 30 إنسانا. احنا نشوف النهاردة يحضر مجالسنا أكثر من 10,000 يحضرون دروس المصطلح ودروس شرح البخاري وشرح مسلم، فضلا عن خطة الجمعة اللي ممكن يحضرها فوق 100,000. هذه أعداد. لما تنظر إلى هذه الأعداد وتنظر إلى الأقل من 30 الذين كان يحضرون الحافظ بن حجر ترى بونا هائلا. خلاصة: ليس عليك الثمرة، وإن كانت كما قلت تهيج العمل، لكن من جرد الإخلاص لله واحد عنده كـ100,000. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول، وهذا السؤال من اللجنة المنظمة لهذا الملتقى، وهم يطلبون من فضيلتكم النصيحة للقائمين على هذا المخيم لرفع الهمة. هذا يعني سؤال طالما سئلته في كثير من مجالس طلبة العلم: لماذا تذوب هممنا؟ يقرأ في ترجمة أي عالم من العلماء يشعر بانتعاش ويقضي ليلته كلها ساهرا، فإذا أصبح الصباح نسي. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه ليس هناك هدف، مش محدد الهدف، وبعدين عايم يريد أن يكون الفقيه الأول والمحدث الأول واللغوي الأول والمفسر الأول، ومع ذلك لا يبذل من الجهد ما يصل فيه إلى قبة علم واحد من هذه العلوم. لابد أن يعلم المرء أن تراجم العلماء الذين يقرأ لهم ما دونت تراجمهم إلا بعدما صاروا أئمة، لكن انظر إلى صباهم وكيف أنهم كانوا يتدرجون. يعني لينظر مثلا ترجمة سفيان الثوري، ما دونت ترجمة سفيان إلا بعدما صار سفيان. فعلى المرء أن يأخذ نفسه بما يعلمه من موهبة نفسه. شرف الغاية هو الذي يجعل دائما الهمة في الثريا. أهل الدنيا الذين جمعوا الأموال وصار لهم في دنيا رجال الأعمال اسم، انظر إليه وإلى حياته منذ بدأ إلى أن صعد، كلها جهاد لا التفات معه. فطالب العلم مثلا إذا أراد أن يكون فقيها فليعلم أنه لن يكون فقيها إلا إذا درس أصول الفقه مع الفقه، لأن أي رجل يدرس الفقه اللي هي الأحكام الجزئية ولم يدرس أصول الفقه لا يستطيع أن يثبت الحق الذي معه إلا إذا درس أصول الفقه. ممكن يقول الحكم الفلاني حرام، تقول ليه حرام؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طب هو النهي دائما يستلزم الحرمة؟ ما هو ممكن يبقى مكروه. فإذا لم يكن دارسا لا يستطيع أن يجيب، لابد أن يفرق بين المكروه والحرام ويعرف لماذا هذا حرام وليس بمكروه. لا يجيب عن هذا إلا علوم الآلة. كذلك من أراد أن يكون محدثا
لابد أن يدرس أصول الحديث مع معرفته بالنصوص حتى يستطيع أن يدافع عن دليله. يعني النهاردة البخاري بيطعن عليه في كل بلد، يقول لك البخاري في أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري ما كانش بيحب النبي. طب يا ابني إيه الأحاديث الموضوعة اللي في البخاري؟ يقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. واحدة ألفت كتابا في هذا، هل النساء أكثر أهل النار؟ وقالت إن الحديث في البخاري ومسلم موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال النساء إيه اللي هدخلوا النار دول؟ ده اللي أولى أن يدخلوا النار هم الرجال. ليه؟ من اللي صنع القنبلة الذرية؟ قنبلة هيدروجينية والرؤوس النووية والصواريخ عابرات القارات. مين اللي عمل اختراعات والحاجات الفتاكة والكبش؟ هم الرجالة، هم اللي يدخلوا جهنم. إنما المرأة الغلبانة دي أقصى سلاح عندها سكينة المطبخ، هتعمل بإيه سكينة المطبخ؟ فهم أولى الناس إنهم يدخلوا الجنة، والرجالة هم اللي يدخلوا جهنم، وبئس المصير. ثم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا للنساء في يوم عيد، وهو الذي علمنا الذوق وعلمنا الأخلاق؟ بدل ما يقول لهم كل سنة طيبين أبو عدى الأيام إن شاء الله نشوفكم السنة الجاية على خير، نقول لهم أنتم في جهنم وبئس المصير. إزاي النبي يقول هذا الكلام؟ يبقى الحديث موضوع. أنت لما تيجي تدافع عن الحديث وتقول لها ولا تقول له ده في البخاري، يقول البخاري لم يكن معصوم، البخاري بشر من البشر لم يكن معصوم. أنا لا أسلم لك أن كل ما في البخاري صحيح، ما عادش ينفع تقول له رواه البخاري. لا، لازم بقى ترجع إلى الأصول وتيجي تعرفه الأخبار كيف تقبل، قانون الأخبار كيف نقبل الأخبار، بالذات أخبار الماضين. أخبار الماضين يعني أنتم الأخبار اللي بتجيلكم عن سقراط وعن أفلاطون وعن أينشتاين وعن أي حد من دول، ترونها مسلمات وتعزون الأقوال إليهم والأخبار إليهم. من الذي نقل هذا؟ ومعروف أن الخبر يحتمل الصدق والكذب. إذا كان راوي الخبر من الكذابين أو المتروكين يبقى خبره مكذوب مردود، إذا كان من الثقات من أهل الصدق فإنه يقبل. فأنا عايز أفهم يعني من الذي نقل خبر سقراط ده، عشان كل شوية تقول قال أستاذنا سقراط قال أستاذنا أفلاطون لحد ما دماغنا انفجر. وأول ما نقول قال رسول الله تقول ليش عرفك إنه قال، وأنا ما صدقش الكلام ده. الذين وضعوا قوانين قبول الأخبار هم المحدثون، إنما وضعوا هذه القوانين التي لم تعرف الدنيا لها نظيرا صيانة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى تأتون على الذين وضعوا القوانين تقولوا أنتم بتفهموش، وعلى الذين يسبحون في الفضاء الواسع هم دلوا الذين يقبلوا خبرهم. أنا دنا قانون في مسألة قبول الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، مفهوم المخالفة للآية، وإن جاءكم صادق بنبأ فاقبلوا خبره، أدي معنى الكلام. فيبقى ما ينفعش إلا أنك أنت تحاكمه، كل ما يقول لك ده كان في أمة اليونان بيحصل كذا وكذا وعند الروم كان يحصل كذا وكذا، تقول له إيش عرفك؟ كنت معاهم يعني؟ يقول لك لا أنا قريت في الكتب. من الذي ألف الكتب؟ مجهول لا يعرف بالنسبة له، لا يعرف عينه ولا يعرف حاله، إزاي سلمت له بما قال وأخذت كلامه كلاما مسلما، وتجيلي على حديث يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة، نحن نعرف أخبارهم كلها من تواريخ الإسلام وكتب الجرح والتعديل، تيجي تقول لي لا الحديث مكذوب، والله إن هذا لفي القياس بديع. يبقى أنا لو دارس لعلوم الحديث ولا واحد من هؤلاء يستطيع أن يقف معك إذا أراد أن يناقض، يبقى أنا لا أستطيع أن أنصر علم الحديث مثلا إلا إذا درست قوانين الرواية في علم الحديث. وهكذا في اللغة مثلا، لا تستطيع أن تنصر اللغة أو الجماعة اللي بيقولك القرآن فيه أخطاء نحوية والكلام ده إلا إذا كنت دارسا لعلوم اللغة.
ولا أن تدافع عن كتاب الله عز وجل إذا كنت دارسا للعلوم التي يحتاج إليها القرآن، يحتاج إليها تفسير القرآن وهكذا. وهذا يحتاج إلى مواصلة الليل بالنهار. وأنا يعني أختم الجواب عن هذا السؤال بكلام لأحد علماء الحنابلة، وهو أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله، كان يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، أمدد على السرير يعني أريح جسمي، استطرحت فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني يقوم من على السرير يكتب. الواحد مننا ممكن يمدد على السرير بس يسبح في الخيال، يقول لك: يا أخي أنا نفسي أبقى زي ابن تيمية، يجي لي العالم في اللغة أجيبه لمس كتاب، عالم في التفسير أجيبه لمس كتاب، أناظر ده أقطعه، ومش عارف أعمل زي ابن تيمية. والكلام ده بيفكرني بمثل عندنا زمان بصاحب الزروية. الزروية دي إناء من الفخار كانوا يخزنون فيه زمان السمن البلدي، فكان في واحد في قرية من القرى مهكع بيمشي على عكاز وكده، وكل ماله في الدنيا الزروية دي، معلقها بحبل في السقف، والبيت بتاعه كان ايه، السقف بتاعه ايه، واطي منخفض كده، والسرير بتاعه كان عبارة عن طوب، عامل مصطبة كده من الطوب يفرش على حصيرة، وحط الجزمة بتاعته تحت ايه، تحت دماغه مخدة يعني. في يوم من الأيام وهو نايم والزروية فوقه كده، وطبعا العكاز بتاعه لا يبرحه، قاعد يحلم بقى، قال: يا سلام لما اروح السوق وابيع الزروية دي تجيب لي مبلغ اشتري بيه وز اربيه يكبر، اجيب غنم اربيها تكبر، اجيب بهايم جاموس وبقر، ويبقى عندي زرايب حتى اكون اغنى رجل في المدينة، وابني قصرا منيفا، وطبعا هبقى انا اغنى واحد، اروح لاجمل امرأة في البلد بفلوسي بقى هخطبها واتزوجها، وبعدين اخلف ولد مقطط جميل حلو هربيه، ولا بد ان اكون حازما معه، فاذا عصاني ضربته هكذا، ومسك العصا ضربته هكذا، أم طير الزروية ما أفاق إلا على السمن بقى اللي نزل عليه، ها أفاق وراح الحلم الكبير. أول واحد مننا في حال استطراحاته يقعد يحلم كده: نفسي أبقى زي ابن تيمية، نفسي زي أحمد بن حنبل في حفظ الحديث. لا 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 لا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لابد من الإنسان أن لابد أن يأخذ بأسباب القوة، ولابد أن يأخذ بأسباب الحزم. ابن عقيل بيقول كده: ما بينامش يسلي نفسه، إنما ينام يفكر مسألة علمية مثلا، فلا يقوم إلا يخطر له ما يسطره. قال: وإنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار دق الكعك، حتى أنني أختار سف الكعك، يدق الأول الكعك ده يخليه زي البودرة، وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. تصور لما الإنسان يصل في رعاية الوقت إلا أنه يراعي الفرق ما بين أنه يسف الكعك ويشرب عليه مية وبين مضغ الخبز. أهو ابن عقيل ده له مؤلف، أطول مؤلف في العالم مش في الإسلام، لأنني ما أظن رجلا في الدنيا ألف كتابا بهذا الحجم. له كتاب اسمه كتاب الفنون، 800 مجلد، 800 مجلدة،
يقول ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة: رأيت منهم مجلد كذا بعد 400، وقد طبع من هذا الكتاب مجلدان. لما كنت أقعد أقرأ في المجلدين دول أحس أني عايز أخبط دماغي في الحيط، مش قادر أفهم إلا الكلمة بعد الكلمة. والفنون ده اللي هو إيه؟ صيد الخاطر يعني. وأعمل فكري حال استطراحاتي، أول ما يوم الراحة دي يكتب له مثلا فقرة، يكتب له صفحتين، يكتب له ثلاثة، على حسب ما يخطر له. فأنا عايز أقول يعني الذي يقوي الهمة النظر إلى همة السالفين والأخذ بأسباب الحزم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يسع المسلم أن يفعل عند اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف؟ الحمد لله رب العالمين، لكل علم أعلام، والأعلام على مراتب. فهناك طبقة المتشددين، طبقة المتوسطين، وطبقة المتساهلين. إذا لم تكن من أهل الاجتهاد والنظر في علم من العلوم فلا بد أن تقلد أهل هذا العلم، رعاية التخصص في المسألة. فمثلا في مسائل التصحيح والتضعيف عندنا أصل وفرع، عندنا رواية وعندنا راو. من الأصل فيهما؟ من الأصل فيهما؟ الأصل الراوي، والفرع الرواية، لأنه لولا الراوي ما كانت الرواية. فالراوي هو الأصل والرواية هي الفرع. طيب، الحكم على الرواة هل هو داخل في باب الاجتهاد ولا له قانون لا يتخلف؟ قال لك لا، ده داخل في باب الاجتهاد. قال لك ازاي يعني داخل في باب الاجتهاد؟ قال لك لو قلنا فلان ثقة، انت عرفت انه ثقة ازاي؟ اما ان تكون عاصرته واختبرته ونظرت إلى رواياته فرأيتها توافق روايات الثقات وأنه لا يشذ عنهم فقلت أمره مستقيم، وإما أن تراه يخالف أهل طبقته من الثقات. يعني مثلا زي المجلس اللي احنا قاعدين فيه ده، أكيد في حد نايم تعبان طول النهار والدنيا صيام وأكل، فزي ما بقول الدم طلع من المعدة، نزل من المخ على المعدة، فمدروخ لكن عايز يحمل نفسه على الخير، فقام جاي قاعد على الكرسي وفضل إيه؟ وفضل نعسان. أنا عمال أكلمكم أهو، فقلت كلاما، هو فاء بعد ربع ساعة من الكلام، فسمع جزءا ولم يسمع جزءا آخر. خلاص، يعني هقول لكم على مثل بس ما أقصدوش كله. حديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. لما روى أبو هريرة هذا الحديث اعترضت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت: والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا هريرة سمع بعض الكلام ولم يسمع أوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون، عفوا، لا ده هذا حديث إن الشؤمة، عفوا، حديث برضو إن الميت ليعذب في نفس الكلام برضو. عائشة قالت: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والحديث رواه ابن عمر قال: إنما قال إنهم، ماتت امرأة يهودية والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب. لا، مش ده اللي أقصده. اللي أقصده حديث إن كان الشؤم في ثلاث، ففي المرأة والفرس والدار. قالت: والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمع أبو هريرة آخر الكلام ولم يسمع أوله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان اليهود يقولون، ودخل أبو هريرة فسمع قوله:
إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. فروى بعض الكلام، أنا ما أقصدش طبعا المثل كله، إنما أقصد بعض المثل الذي يوضح. فممكن اللي نايم ده يروي خبرا عني بالقدر الذي سمعه فيسيء النقل. كل اللي جالسين هنا في المخيم يروون الخبر على وجه، وصاحبنا يروي الخبر على وجه آخر، ويقسم بالله العظيم أنني كنت في هذا المجلس. طب مصدقينك، حلفت بالله مصدقينك، تعالوا يا جماعة اللي كنتوا حاضرين، مش كنتوا حاضرين برضو؟ كنا حاضرين. طب الرجل قال الكلام ده؟ لا ما حصلش. فيقول علماء الحديث يقولوا ايه؟ يقولوا انت ثقة ولكنك واهم. ليه؟ خالفك اهل طبقتك ممن كانوا يجلسون معك، فراوا الخبر على وجه اخر. انت صحيح صادق مش هنكذبك، بس الخطأ وارد من بني آدم. فأنا لا يمكن أكذب 100 إنسان وأصوب إنسانا آخر، إذ الخطأ أقرب من الواحد وأبعد من الجماعة. هو ده علم الحديث بقى. العلماء إذا الراوي روى حديثا يقول لك ننظر من أهل طبقته روى هذا الحديث على هذا الوجه. إذا رأوه تفرد والعلماء التانيين خلفوه يقول لك حديثه شاذ أو منكر. خلاص؟ يبقى إذن الرواية أصل، فرع، والراوي أصل. طيب كل الرواة متفق على ثقتهم؟ لا، في عالم يسمع من راوي يلاقي أحاديثه مستقيمة وكويسة يقول ثقة، عالم تاني يسمع منه أحاديث زي وشه يقول لك كذاب. طب عالم قال ثقة والتاني قال كذاب، طب ناخد برأي مين؟ طبعا دي قواعد ما أقدرش طبعا أخوض فيها، لكن سأذكر لكم مثلا واحدا. في راوي اسمه محمد بن حميد الرازي، ده من أهل الري، ورد إلى بغداد حيث كان يوجد الصفوة كأحمد بن حنبل، يحيى بن معين وهذه الطبقة. طبعا محمد بن حميد الرازي عارف هو رايح فين، رايح بغداد اللي فيها العلماء دول، فمظبط أموره، جايب الأحاديث الممتازة وحدث بها في بغداد في مجلس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. طبعا معروف قدر هذين العالمين. أول ما محمد بن حيد خلص المجلس الطلبة بقى كلهم اكتنفوا أحمد ويحيى، ها إيه رأيكم في محمد بن حميد؟ فقال كلاهما ثقة. جميل. سئل أهل الري محمد بن حيدة منين؟ من الري. سئل أهل الري، أهل البلد بقى، كأبي حاتم الرازي، كأبي زرعة الرازي، كمحمد بن مسلم ابن وارة، ما تقولون في محمد بن حميد؟ قالوا كذاب. حتى قيل لأبي زرعة ما تقول فيه؟ فأشار إلى لسان، عمل كذا يعني كذاب. طب أنا دلوقتي أمام أحمد بن حنبل وأمام أبو حاتم وأبو زرعة وأهل الري، أقدم كلام من؟ قال العلماء بلدي الرجل أعلم به. اللي قاعد ليل نهار معاه أدرى من الذي رآه مرة. يعني المرأة مثلا أدرى بزوجها ولا أنت أدرى بأخيك؟ يعني افترض إن لك أخ، مرات أخوك أدرى بأخيك منك ولا أنت أدرى به منها؟ لا، المرأة أدرى. ليه؟ لأن الرجل لن يتجمل للمرأة طول الوقت، لكن ممكن يتجمل لأخيه. يبقى المرأة رأيها صادق إن كانت منصفة. يبقى عندنا قاعدة بلدي الرجل أعلم به. طيب أحمد بن حنبل لو مر به حديث لمحمد بن حميد الرازي هيقول الحديث صحيح ولا لا؟ هيقول صحيح. طب إذا مر هذا الحديث بأبي حاتم الرازي
هيقول عليه ايه؟ هيقول عليه ساقط تالف. يبقى تباينت احكام العلماء ولا لا؟ تباينت، لان العالم انما يحكم بقدر ما عنده من العلم بالراوي الاصل، اصل الموضوع. فيبقى احنا عندنا بقى، انا مش متخصص في علم الحديث او متخصص، متخصص هعرف اوصل بنفسي، غير متخصص يبقى انظر الى مراتب العلماء المقلدين. عندنا متشددون، متوسطون، متساهلون. فإذا كان هناك عالم أفتى العلماء بتساهله يبقى تأخذ بالك وانت بتأخذ أحكامه. عندنا عالم متوسط ده جيد يؤخذ حكمه، عندنا عالم متشدد خذ حكمه في التصحيح وتوقف في حكمه بالتضعيف. ليه؟ لأنه ممكن يضعف الراوي الثقة على أقل هفوة أو غلطة. يبقى إذن العالم إذا زكى وعرفت أهليته فهو أولى أن يقلد، ولا عليك إن خالفه عالم آخر، لأن الناس المفروض يكون عندك مراتب. العالم الأول عندك فلان، الثاني فلان، الثالث فلان، الرابع فلان. عثرت على قول للعالم الأول خير وبركة، ما لقتوش خد الثاني، ما لقتوش خد الثالث. زي الأحكام الشرعية بالضبط، حلال وحرام. العلماء المفروض يكونوا مرتبين عندك من حيث الفتوى، أعلم الناس عندك فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، أربعة أو خمسة. إذا صادفت الأول خلاص يكفي، لم تجد الثاني، لم تجد يبقى الثالث، وهكذا. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا المقلد مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يبقى يختار من يقلده، يختار يبقى يقلد الأعلم والأديان والأورع، والله أعلم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. يريد السائل أي فائدة أو موقف نعطر به هذا المجلس من سيرة الشيخ المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه؟ الحمد لله رب العالمين. أما شيخنا الألباني رحمة الله عليه فأنا لم أطل صحبته، إنما صحبته مدة يسيرة، لكن كان لها أكبر الأثر علي. أنا ذهبت إليه وأنا محب للحديث، ورجعت من عنده وأنا محب للسنة، وهناك فرق كبير بينهما يوضحه هذا الخبر. ذهب أبو القاسم البغوي رحمه الله، شيخ الدارقطني، إلى أحمد بن حنبل وقال له اكتب لي أي شفاعة إلى فلان فإني ذاهب إليه، عشان الشيخ اللي هو ذاهب إليه توصى به، يعني كتاب من أحمد بن حنبل ده حاجة كبيرة أوي يعني. فكتب أحمد يقول قادم إليك رجل يكتب الحديث. قال فقلت يا أبا عبد الله هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث؟ خلي بالك من الكلام، أحمد بن حنبل قال قادم إليك رجل يكتب الحديث، هو قال له إيه؟ هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث؟ فقال له أحمد صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث. الحديث كحديث صنع، بتلاقي مبتدع لا يختلف الناس على بدعته، بيتكلم في التصحيح والتضعيف، ويتكلم في أصول الجرح والتعديل وقوانين الرواية كأحسن ما أنت سامع، لكنه طرقي دجال إلى آخره. ده اسمه مشتغل بالحديث، ليس صاحب حديث. صاحب الحديث من يعمل به. أنا ذهبت للشيخ الألباني أول مرة سنة 1407 في المحرم، وأنا شاب في عنفوان الشباب،
نفسي أبقى محدث محب للحديث، فذهبت إليه فتعلمت منه السنة. وأنا الحقيقة عندما رأيته قف شعري زي أول مرة رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله، كان سنة 1410 لما كنت بحج مع الشيخ الألباني، وكانت أول حجة لي وآخر حجة للشيخ الألباني. طلبت من بعض أكابر تلاميذ الشيخ ابن باز أن أراه، وكان أياميها الشيخ ابن باز مهدد والعلماء مهددين وخايفين، الحكومة خايفة على الشيخ وكذا، فكان عليه حراسة مشددة. فذهبت مع هذا التلميذ المقرب فقال لي الخيمة هي ادخل. فمررت على جماعات خمسة ستة مع بعض وخمسة ستة مع بعض وهكذا، دخلت الخيمة سألت عن الشيخ، قالوا لي ده الشيخ يقف على باب الخيمة. أعدت أنظر إلى الناس، من يا ترى أين الشيخ؟ فلم أميزه، فقلت سألت رجلا قلت في الشيخ ابن باز؟ قال هو هذا، أنا شفت جسم نمل من الزهد الذي رأيته عليه، القميص الذي كان يلبسه ما يسوي فلسين، الشبشب اللي لابسه في رجله ما يجيش بجنيه، وواقف وقد انحنى على فم سامعه. أهو ده نظرة بس أنا تعلمت منها التواضع، تواضع الرجل الكبير والرفق. الشيخ الألباني عندما رأيته أحسست أنني أرى رجلا من القرون الثلاثة، رجل من رجالات السلف، انطبعت هيبته في قلبي أول ما رأيته. وتعلمت منه في يوم واحد ما جعلته دستورا لي في حياتي. كنت متعود أن ألقاه طبعا بعد قصة طويلة، كلما ذكرتها أحسست أن قلبي يدق بعنف، يعني أنا الآن أحس بي أن ضربات قلبي بتزيد كلما ذكرت هذه الحكاية. لما رأيته أول مرة قلت له شيخنا أنا رجل فقير واستلفت ثمن التذكرة، وأنا بقالي عدة أيام في الطريق، وكان هواني فيها شديدا، وما جئت لأعمل إنما جئت لك، فلا تضيع رحلتي، جئت لألزمك. قال لي ما عندي وقت. قلت طيب أعطيني ساعتين. ما عندي وقت. طب ساعة، نفس الجواب. طب خمس دقائق، ما عندي وقت. يعني هذه اللحظة أنا لا أنساها أبدا أبدا، الحزن الذي ملأ قلبي وإحساسي بأن رحلتي ضاعت. تعرف زي اللي هيموت من العطش ووصل إلى شط النهر وهم مكتفينه، فهو يرى الماء ولا يستطيع أن يشرب. فقلت لها يا شيخ أنا ما خرجت إلا لك، إن علم الله عز وجل صدقي فسيفتح قلبك لي، وإن كنت غير ذلك فيكفيني هوانا وعذابا أن أرجع بخفي حنين. الكلام ده كان بعد صلاة العشاء، بعد ما جلسنا مجلس في بيت أحد إخواننا، في كان بيصلي الفجر في المسجد المجاور للمسكن الذي كنت أسكن فيه مع صاحبنا، كان بيصلي الفجر كل يوم. فلما لقيته في فجر اليوم التالي قال لعل الله استجاب دعاك، وبدأت مع الشيخ الألباني ربع ساعة لحد ما استمرت المسألة إلى ساعتين. في يوم من الأيام الشيخ لم يصلي الفجر في ذلك اليوم، فاستشرت رفيقي الذي كان معي في الرحلة وكان متطوعا بسيارته أن يذهب بنا إلى الشيخ وكذا، أن نذهب إلى بيت الشيخ. فاستشرت إخواني قالوا لا تذهب، الشيخ الألباني رجل صارم يحافظ على وقته ولا يسمح لأحد أن يجلس معه إلا بموعد سابق، وإنت رجل صارت لك مكانة وصار الشيخ يدنيك منه فلا يعني يحسن بك أن تذهب إليه فيردك يطردك يعني عن الباب. فخفت، لكن قلت للرفيق الذي كان أصحبني إيه رأيك نذهب ولا لا؟ قال لي تعال 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 لعل الله يفتح لنا. الذي شجعني أنني ذكرت حكاية
رواها يقوت الحموي في معجم البلدان في مادة بست، اسم بلد اسمها بست. وطبعا من أشهر البستيين في الحديث ابن حبان البستي، فقد ذكر في هذه تحت هذا هذه المادة أو اسم البلد أن ابن حبان كان يلزم شيخه ابن خزيمة لزوما تاما، وكان يكتب كل شيء ويسأل ابن خزيمة على طول، فابن خزيمة زهق منه قال له تنحى عني يا بارد، فابن حبان كاتب ايه؟ تنحى عني يا بارد. فقالوا له طب يعني ايه الفايدة انك انت تكتب تنحى عني يا بارد، ده بيشتمك. فقال لا أدع كلمة تخرج من الشيخ إلا كتبتها. فأنا لما استحضرت قلت أنا للشيخ الألباني، قال لي امشي يا بارد أعتبرها من حسنات ذلك اليوم. وانطلقت وذهبنا وطرقنا الباب، وسبحان الله كان الأمر على غير ما توقعنا بالكلية. الشيخ ولا فتح الباب أول ما رأنا هش وبش، أنا مش مصدق نفسي، ودعانا إلى الدخول. جلسنا في الحديقة بتاعت المنزل وعلى كرسيين كده وطربيزة كده من الجريد، والشيخ يعني دخل الدار بعد ربع ساعة إذا به يأتي بالفطور. طبعا الشيخ جاي بالفطور يحمل الطبق طبعا، وأنا قاعد مش ممكن يعني قلة أدب أن أنا أفضل قاعد لحد ما الشيخ يجي يحط الطبق قدام. إحنا تعلمنا كده أهلنا يعني علمونا أن إيه الأدب فضلوه على العلم، والعلم ما تعلاش على الحاجب والكلام ده. فتركت الكرسي وطلعت أجري عشان اخذ الطبق. مش عنك يا شيخ، لا مش عارف. قال لي اجلس. ازاي يا شيخ بس؟ عيب يا شيخ ان انا تشيل الطبق. قال لي اجلس. قلت له عيب يا شيخ. قال لي اجلس. جلست. راح يجيب الطبق الثاني، طلعت اجري عشان اخذ من الطبق. قال لي اجلس. جلست. لما راح يجيب الطبق المره الثالثه وطلعت اجري، شخط فيا بقى لما قمت عشان اخذ منه الطبق، وقال بلغه حازمه اجلس. فلما قال لي كده كشيت في بعضي وحسيت بإيه، بشيء من الخوف يعني. الشيخ حس بالمسألة دي، فلما جاء بالفطور وقاعدين نفطر يعني، فقال لي ضاحكا الامتثال هو الأدب. الكلمة دي أنا جعلتها دستور حياتي، وده اللي أعانني على إن الواحد يتعلم السنة. الامتثال هو الأدب، بل هو خير من الأدب. ده لفظه يعني، الامتثال هو الأدب، مش إنك أنت تعمل اللي في دماغك وتظنه أدبا. لا، إذا قيل لك قف ممن أمره سيادي يعني قف، فإذا وقفت كنت مؤدبا. أما إذا خالفت الأمر بدعوى أن هذا هو الأدب فهذا يضد الأدب. قال الامتثال هو الأدب. أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا. وأنا كتبت يعني بعض يعني هذه الرحلة وما تعلمته من الشيخ في مطلع كتاب اللي اسمه تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد، وفصلت هذا تفصيلا في الترجمة التي عقدتها للشيخ الألباني. أنا لم أطبعها وإن كانت تمت إلا قليلا منها، أنا أضيف عليها كلما يعني رأيت شيئا في كتب الشيخ، صادف شيئا رأيته نقلته بلفظ الشيخ رحمة الله عليه. ترجمة للشيخ سميتها الثمر الداني في الذب عن الألباني، هو عبارة عن كتاب فيه محاكمة بين الشيخ وخصومه في علوم الحديث وأصوله، وفي الفقه وأصوله، وفي ما وقع في كتب الشيخ رحمة الله عليه من تصحيفات أو من الأوهام. وعملت لهذا الكتاب مقدمة سميتها طليعة الثمر الداني في الذب عن الألباني، ذكرت فيه ترجمة الشيخ بالتفصيل الذي رأيته. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرحم شيخنا وأن يرحم سائر علمائنا من السابقين ومن تلاهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، الكثير من الإخوة والأخوات حملوني أمانة أن أطلب منك أن تدعو لهم. أسأل الله أن يغفر لي ولهم، أن يتقبل مني ومنهم، أن يستر علي وعليهم. بهذا الدعاء المبارك نصل إلى ختام لقائنا المبارك معكم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. باسمكم أيها الإخوة والأخوات، وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري،
وباسم رعاة هذا الملتقى أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته، وفي الغد يتجدد معكم اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد العريفي. إلى أن يحين ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.